اهلا بكم معنا مشاهدينا في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم قوي قلبك. اسمحوا لي اقدم ضيوفنا النهارده. ضيفنا الليله نجم من نجوم الكره المصريه والعربيه بعد ما انهى مشوار التالق في المستطيل الاخضر، ودلوقتي بنشوفه كمقدم برامج رياضيه ناجح. اسمحوا لي نرحب بالكابتن خالد الغندور. معنا كمان نجم من نجوم التمثيل والغناء، ابتدى الأول بالغناء وتألق وقدر في فترة بسيطة جدا ان هو يضع بصمة كبيرة جدا في مجال التلفزيون ومجال السينما. يعني نقدر نقول كده بقى فاكهة اي فيلم سينمائي، مجرد ما احنا نلاقيه فيه بنلاقي الفيلم دمه خفيف جدا وكوميدي جدا. اسمحوا لي ارحب بالمطرب الممثل ادوارد. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك؟ عامله ايه؟ طيب الاول حابه اقول لكم طبيعه البرنامج. برنامجنا اسمه قوي قلبك. قوي قلبك معانا اسئله صريحه وجريئه ومباشره. قدام كل ضيف بيبقى فيه زرار، مجرد ما بنضغط على الزرار الكمبيوتر بيختار الاسئله بشكل عشوائي. يعني انت ممكن تدوس على الزرار يطلع السؤال لادوارد، وادوارد يدوس يطلع السؤال ليك، يعني على حسب الكمبيوتر كل ما يختار. اوكي، اهم حاجه نقوي قلبنا وندوس على الزرار. تحب نبتدي بمين؟ لا تفضل ادوارد. طيب ماشي. يلا ادوارد، قوي قلبك ودوس على الزرار. بيكهرب او حاجه؟ لا لا لسه ما بيكهربش. ادوارد هو عاوز يعمل نفسه الممثل بتاع كله، عاوز يغني وما يجي يغني يغني بمناخيره، عاوز يمثل يجي يمثل بسنانه وبقه بالنضاره اللي لابسها. انا مش عارف قصته ايه اصلا، انتوا جايبينه منين اصلا؟ نفسي اسال اللي قدمه هو جايبه منين اصلا، او لقاه فين، او لقاه في انهي شارع، ولا مش عارف بالظبط قصته ايه الراجل ده. ده الكلام ده راي الجمهور. ده جمهور؟ هو ده جمهور؟ ما احنا قلنا من الاول هنقوي قلبنا ونرد. ايوه بس ده مش كلام، يعني ما فيش حد يطلع يقول كلام زي كده يعني بالشكل ده. عيب بصراحه، عيب قوي يعني. حد طب رد عليه. هرد عليه اقول له ايه يعني؟ نو كومنت. هو نو كومنت يعني اكيد يعني. هقول له ايه؟ ده عيب قوي حد يطلع يتكلم يقول كلام زي ده. ده مفروض ايه؟ ده واحد من الناس يعني، او واحد من الجمهور العادي. عيب قوي يعني. لا ما اعتقدش. طب ايه رايك يا خالد في السؤال ده؟ لا طبعا ادوارد مميز المتميز، وعمل افلام كويسه وبتنجح دايما. هو الناس بتقول عليه يعني ان هو من ضمن الناس اللي بتنجح الافلام، وهو كمان مطرب متميز. متفكرش كلام يعني وحش قوي قوي وجامد قوي قوي. انا مش فاهمه هو بيقول لي اللي طلعه وجابه منين. يعني ايه اللي طلعك؟ هو انت مين اللي يعني مين اللي دخلك ساحه الغناء او ساحه السينما؟ يعني ايه مين اللي طلعك؟ يعني مين المنتج حد ولا مين المخرج؟ الحمد لله ربنا هو اللي بيوفق. يعني ربنا هو اللي بيسمح انه يوفق ده يبقى كويس ده. يعني ما فيش حد رشحك مثلا في بدايه مشوارك الفني كمخرج او كمنتج؟ ما فيش، محدش طلعني. انا مستني السؤال بتاعي. طب يلا يا خالد، يلا يا كابتن قوي قلبك. يلا شتيمه تطلع. يلا خالد الغندور بندق. كان لعيب كوره كويس بس اعلامي فاشل، يعني راح الاذاعه كسرت وراه قله لما مشي. المفروض يعني وربنا يستر على المفروض خالد الغندور يشوف له شغلانه ثانيه خلاف الاعلام. يعني الصراحه كده المهنه يعني مش عاوز اقول حاجه مش كويسه، هو المفروض يروح يبيع بندق افضل. يعني مش شايفه الا في البندق. ايه رايك يا كابتن في الكلام؟ يعني الراجل رايه صريح، راجل صريح يعني. هما كسروا قله فعلا بعد ما مشيت من الاذاعه؟ لا زير، كسروا زير. طب خالد يعني انت اتجهت طبعا لتقديم البرامج الرياضيه في احدى القنوات الفضائيه، وانا شايفه والله البرنامج ناجح، يعني ناجح بيك. هل انت كنت مخطط للخطوه دي قبل اعتزالك، ان انت اول ما تعتزل تبقى مقدم برامج او مذيع برامج رياضيه زي فلان وفلان وفلان، ولا الموضوع جه بالصدفه البحت؟ لا هو طبعا قبل كده كنت في كذا بروجرام يعني في احدى القنوات الفضائيه، وبعد ما بطلت كنت حاطط في دماغي الموضوع دوت. ابتديت بالراديو وبعد كده طبعا بقناه، والحمد لله الواحد ماشي.
هو رأيه. مثلت برضو مش عارف. مثلت شوية كده يعني، بس مش تمثيل يعني معنى تمثيل. وفي النهاية يعني كل واحد ليه رأيه، وإن شاء الله يعني ايه تمثيل يفرق. مش بمعنى التمثيل، ما هي مثلت، ما دخلتش تمثيل، يا ما مثلتش. لا مثلت مرة فيلم اسمه زي الهوا، كل الأفلام اللي كده كانت مجرد ضيف شرف، لكن زي الهوا بس هو ده الفيلم الوحيد اللي كملته. بعد كده ما حبيتش الموضوع بقى بصراحة يعني. ما حبيتش الحكاية. ما حبيتش حاجة يعني. أنت ما حسيتش إن أنت ممكن تبقى ممثل كويس؟ لا أصلا التمثيل ده مش سهل يعني، التمثيل ده عايز علاقات وعايز صداقات وعايز لا لا خالص أدوار. هو مش علاقات خالص، هو عايز حد بس يبقى عنده الموهبة. عنده الموهبة، عنده موهبة إنه يمثل يعني. طب أنت شايف إن خالد كان ممثل كويس أول ما طلع مثل؟ الأول بس قبل ما ندخل في نقطة التمثيل، إيه رأيك في اللي اتقال ده؟ لا اللي اتقال يعني عيب طبعا، بس كل واحد يحتفظ برأيه لنفسه يعني. لا احنا عايزين برضو رأيك في الكابتن خالد يعني، هل فعلا لا يصلح كمذيع برامج؟ أنا أول مرة أعرف إن هو بيذيع. أنا ما تابعش دوت. طب يصلح يمثل؟ بدل أول مرة تعرف إن هو مذيع؟ لا متهيألي هو خد القرار الصح إنه ما يمثلش يعني. متهيألي قدرنا نفهم الإجابة. طب يلا إدوارد، قوي قلبك ودوس على الزرار. خالد الغندور اعتقد انه هو في مجموعه من اللعيبه كده ابدعت بعد ما سابت ملعب المستطيل الاخضر، يعني ابدعت في الناحيه الاعلاميه. واعتقد ان ابداع خالد الغندور في الناحيه الاعلاميه تفوق على خالد الغندور لاعب الكره، لان انا من وجهه نظري ان خالد الغندور زيه زي وليد صلاح الدين، زيه زي بعض اللاعبين اللي انا بقول الاسامي دي محدوده تحديدا، لان هم خدوا نجوميه كبيره جدا، ومن وجهه نظري ان هم عطائهم كان اقل من هذه النجوميه، ومحدش يزعل مني في هذا الموضوع. لكن خالد الغندور نجح انه يستكمل هذه المسيره كمقدم برامج على مستوى عالي جدا، واعتقد برضو ان وليد صلاح الدين هيصبح محلل على مستوى عالي جدا. ايه رايك يا خالد؟ هو ممكن ادوارد يدوس السؤال الجديد؟ ما انا عشان قلت الاول الكمبيوتر بيختار بشكل عشوائي، لا يعني ممكن يعني يدوس بس السؤال يطلع لك انت. ميرسي على كلامه، وكلام جميل، وبتمنى ان شاء الله في البرامج اللي انا بقدمها ان شاء الله اكون عند حسن ظن الناس، وبقوله ميرسي. وعلى فكره ده اختلاف راي يعني، حد بيشوفني كويس حد بيشوفني وحش، ما فيش حد بيشوف حد على طول كويس يعني. طيب دلوقتي انت عارف الساحه فيها مقدمين برامج رياضيه كتير جدا بالزبط. واغلبهم يا لعيبه كوره يا كان يا مدرب يعني. انا طبعا ماليش يعني معلومات الرياضيه مش قويه يعني. لكن انت شايف نفسك فين من كل اللي على الساحه، من كل مقدمين البرامج الرياضيه اللي على الساحه يعني؟ انت دلوقتي بقى دخلت المنافسه خلاص يعني. لا هو دايما كل واحد بيشوف نفسه يعني كويس، بيحاول يجتهد، بيحاول يكون احسن من اللي حواليه، بيشوف يعني. هل انت اعجبت بواحد منهم فقلت انا نفسي ابقى مقدم برامج زي ده يعني؟ هو كان لعيب كوره وبقى كويس جدا كمذيع يعني. هل فيهم واحد كان قدوه ليك يا كابتن؟ الكابتن مثلا احمد شوبير بشوفه ان هو مقدم برامج كويس جدا. هايل جدا، بحب اتفرج عليه قوي يعني مقدم. طب ما شفتش ازاي كابتن خالد؟ ما حصلتش بقى فرصه اعرف اشوف بقى حاجات. ما هو في نفس المكان، في نفس ال مش كان مكان نفس القناه، مكان الكابتن احمد. مكان الكابتن احمد شوبير. فازاي كنت بتفرج على كابتن احمد وشفتش كابتن خالد؟ لا بس انا مش مكان كابتن احمد يعني. هو كابتن احمد طارق بس في كابتن مصطفى عبده وانا في القناه يعني، مش انا لوحدي يعني. اقصد في نفس القناه يعني، اللي هو يعني هو ادوارد يمكن يعني ما كان ممكن ما تابعتش الفتره الاخيره. انت بقالك قد ايه في ال؟ لا قليل قوي. عشان كده بقالي شهر. طيب يلا يا ادوارد، قوي قلبك. انت دوست اخر مره؟ طب يبقى يلا يلا يا كابتن، ده هطلع لي انا بقى. خالد الغندور، انت لعيب كوره ومدرب في نادي الزمالك وممثل واعلامي وفي كل حاجة، أنا شايفك تايه تماما، واضح إنك تايه جدا يعني. لا 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 دي قلة يعني، سوري ده كتير قوي. ده على فكرة مش عيب، مش مدرب في نادي الزمالك. لا عيب. أنت ما بتدربش في نادي الزمالك؟ لا. أنت شايف إن أنت تايه؟ والله يعني متهيألي كبرت على التوهان شوية. نعم؟ كبرت على إن أنا توه.
بس هو قال تايه دي اكتر من مره، فانت ما هو مش شرط تكون تايه من اهلك، ممكن اغنيه ولا حاجه لادوارد في الحياه كعدم يعني تشتيت وعدم تركيز في حاجه معينه انت ناجح فيها. هو انا بيني وبينك انا مادي قوي وهي دي مشكلتي. لا 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 بجد انا بتكلم، خلينا نتكلم. انا مادي قوي، بحب فلوس جدا. عشان انت مادي يعني اشتغلت كل الحاجات دي؟ اه خش على طول جيب فلوس. احنا بنهزر. ايه يا ادوارد ايه الموضوع؟ مشكلة ادوار ان هو يعني سان رومانسي لا لا يفكر في المال. لا مين ما بفكرش في المال؟ انا بفكر في الفلوس. مين قال ما بفكر فكر في المال؟ بس طبعا بس مش مادي زي، بس انا عارف عارف طريقي بس يعني انا محدد انت عايز ايه ورايح فين. هو ده بقى اللي بنتكلم فيه بالظبط. الراجل كان مغني وبعد كده بقى ممثل، بس حددت بقى. وصلت الرساله برضه يعني. هو معناه برضه ان انت مش مركز يعني، اللي هو انت كنت مطرب. لا الحمد لله انا ناجح و الحمد لله. ما هو كابتن خالد ناجح برضه. ما هو ايه الموضوع يا جماعه؟ رد عليا يا كابتن. ما هو عادي احنا مش هنزعل من بعض. لا الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. حتى لو ادوارد قال عليا ان انا ممكن اكون فاشل او ما نجحتش او لا، انا قلت انا ما شفتش. انا بقول لا او ما شفتش. انا ما شفتش بس انا برضو عند رايي ان ادوارد ناجح. انت شفت اعمال ادوارد؟ ادوارد شخصيه ناجحه وانا بحب اخش افلام. وعلى فكره انا مادي برضو ما تحاولوش يعني. طب انا عايز اقول لك حاجه، انت اخذت مكان الكابتن الكبير احمد شوبير. يعني ما ينفعش نقول غير كده لان كل الجمهور بيقول ده. يعني كابتن احمد شوبير مشي، جه بداله خالد غندور. الكرسي ده اللي كان ماليه كابتن احمد شوبير، هل انت كنت خايف تقعد عليه ولا قلت لا انا لازم ابقى مختلف ومميز اكتر عن احمد شوبير، فلازم هدي بصمه جديده او هخلي البرنامج طعم جديد؟ هل انت فكرت ودرست تعمل ايه يميزك عن اللي قبلك؟ طبعا كابتن احمد شوبير زي ما قلت لك مقدم متميز. انا ما خدتش مكانه كابتن احمد بعد ما اختلف، بعد ما مشي. بعد ما مشي بس هي مش عيب يعني، مش عيب مثلا ان تكون كابتن في يعني في نفس المجال وياخد مكانه ولا لا؟ هو بيني وبينك وبيني وبينك عيب ندله مني شويه. يعني كنت ممكن تشوف مثلا تعمل حاجه في حته تانية مثلا قناه تانية، ولا هو جال صدفه انها جت في نفس المجال؟ لا هي جه كيف كذا قناه على فكره ومبالغ اعلى بكتير، بس انا بحب قناه متميزه بحبها يعني. يعني هل ترى كابتن احمد شوبير طلب فلوس اكتر فانت خدت الاقل من هو ما بياخد مثلا؟ والله يعني لازم كل واحد بيبتدي مجال معين فيه بيبقى عارف كويس هو عايز ايه، سواء بقى من فلوس او من ناحيه معنويه او لكن انا بشوف ان البروجرام بتاع الناس بتحبه جدا. يعني انا مثلا عن نفسي ما عمري ما اعرف في زميل مثلا كان معروض عليه دور هاخد يعني مكانه او مثلا تاخد مكانه. عمرها ما حصلت يا دور صح؟ لا لا يعني افرض زميلي اعتذر لا ما اخدش مكان حد خالص. يا جايين لي انا يا مش جاي يعني ما اخدش مكان حد. انا من النوع ده يعني. او يمكن كمان برضو فكر بس انت اخدت مكان حد. مين اخدت في احد افلام مكان حد؟ مين مكان مين؟ طب خليك صريح زي ما هو بيتكلم كده. لا مين مكان مين؟ لا انا كنت قاري في الجورنال ان في ان حد احد ممثلين يعني وانت خدت رفض ان هو يكمل وانت كملت. ما في عمره ما حصل ده في ثلاث ارباع افلامك ده. نوي نوي تحصل الكلام ده مش عارف. طب ما تقول لنا طب افلام ايه؟ هو ادوار مثلا عامل حوالي 10 افلام دلوقتي، هو واخد دور مثلا بتاع 13 فيلم يعني. 13 فيلم اكتر من الافلام اللي هو عمل. لا 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 ما انا يعني بتملي ما يعني لازم ابقى اول واحد جالي الدور. ممكن بتشوفي بقى كلام جرايد بقى، بنشوف اشاعات كتير بتطلع وبتتكلم. لا بس الجرايد معظمها صادقه. لا لا يعني. لا كله كل الجرايد كلهم بيطلعوا في. انت بتهاجم الاعلاميين كده؟ ايه بتهاجم الاعلاميين؟ لا ما هاجم ما همك يعني. لا 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 ما يهمنيش انا في الحاجات دي. انا جامد. هو عامة يعني أنا شايفة يعني فعلا هو ممكن ما يعرفش إذا كان الدور ده حد اعتذر قبليه. يعني حتى لو المنتج مثلا عرضوا على ممثل معين والممثل ده كان مش فاضي أو مش معناه إن الدور مش حلو يعني. ما هو لو مش فاضي هو إدوارد لو جاله، فمش عارف إدوارد إنه اترفض. هو يعني أي حد مش فاضي إدوارد بيجي على طول. ما قصدك إن إدوارد بيعمل المساحات الفاضية؟ لا يعني. هو راجل متعاون. هو راجل متعاون فبيكلموه يقول لك ده مش فاضي تعالى إدوارد، فيروح جاي على طول. يلا بقى يا خالد أوي قلبك ودوس على الزرار. يلا مين هيشتم خالد الغندور؟ انتوا ليه بتعتبروها شتيمة؟ خالد الغندور كان لعيب كويس وراجل بيحلل المباريات كويس قوي ومقدم برامج من طراز عالي، بس مشكلته ان هو بيقحم نفسه في جهاز الزمالك.
انا شايف ان هو يتفرج احسن للتعليق التلفزيوني او الاذاعي افضل من ان هو يدخل في صفقه خسرانه. ايه موضوع نادي الزمالك؟ ايه رايك ادور انت في الموضوع ده؟ يلا انا عارف انت جاي، واضح ان انت كل الاراء فكره. ادور كان زمان صاحبي، مش عارف اغير ليه. لا انا ما فيش، انا يعني واحد زي ما بيسمع زي ما بيشوف زي ما. طب ايه موضوع نادي الزمالك والصفقات اللي انت عملتها؟ هو خالد اخر فتره لو كان بيلعب فيها يعني انت يعني كنت عايز اعرف بس انت اعتزلت ليه؟ ان انا جيت حضرت ماتش اعتزالك يعني. انت يعني كان ايه السبب؟ انا يعني اللي انا كنت بسمعه ان انت كنت خلاص بقى يعني. لا انا ساعتها حصل مشاكل بيني جامده جدا يعني، كنت قايل لهم ان انت انا عايز اعمل ماتش اعتزالي، هما كانوا مصممين على ماتش اعتزالي، فانا كنت عايز ادوارد، فقالوا لي لا ما تجيبش ادوارد، فكانت حصلت مشاده ما بيني وما بينهم بقى على ان انا يعني. لا لا خلينا نتكلم بجد. طب انا بتكلم جدا يعني، ما بهزرش، انا هزر الحاجات دي. انت كان ماتش اعتزالك الواقف على ادوارد؟ اه انا لازم ادوارد هو اللي يجي يغني. اه ادوارد طلب فلوس كتير، اللي بيقول لك بقى ان هو ايه مش مادي. اه طلب على الاقل عن 10,000 دولار. بيهزر طبعا. خلاص ايه ليه بهزر انت عشان الجمهور اصلا. ادوارد اهلاوي وانت زملكاوي. ادوارد اهلاوي بس لابس ابيض. لا مش شرط اللبس الاهلي. انت ايه؟ انا اهلاويه طبعا. معلش يعني. يعني وبعدين جمهور النادي الاهلي حتى ومحبين النادي الاهلي غير الزمالك. انا عايز اقول لك حاجه، دايما بيقولوا الفئات اللي بتتفرج على الزملكاويه يعني عارف. لا لن لا اقبل ان تغلطي يعني في نادي الزمالك. نادي الزمالك ده بيتي واللي اتربيت فيه، ولكن في نفس الوقت انا ما غلطتش. نفس الوقت انا ما غلطتش. في نفس الوقت نادي الاهلي نادي كبير وجماهيره نادي محترم. لا كبير ده شيء معروف، مش محتاجين راي الكابتن خالد ان النادي الاهلي ده نادي كبير. نادي الاهلي كبير باللعيبه بتوعه وبالجمهور. احنا محتاجين رايك في نادي الزمالك. معلش انا بتكلم على راي الجمهور مش راي انا. خليكي في البرنامج حضرتك. يعني ما حدش يا جماعه يتكلم على الاهلي، خلينا كده نتكلم في برنامجنا وفي اسئلتنا. انت اتكلمتي على الاهلي، نبعد عن النادي الاهلي خالص عشان النادي ده حاجه ضخمه وكبيره وليها قيمه فنيه عاليه جدا. طبعا حد يقدر يتكلم على الموضوع. ادوارد انت اهلاوي بجد ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. اهلاوي طبعا. بدون تفكير. بدون تفكير. بدون تفكير. طب احنا قاعدين مع كابتن خالد الزملكاوي. الشعب المصري كله اهلاوي. نعم. بس عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه، قبل ما حد يشجع اهلي ولا زمالك المفروض ان احنا مصريين يعني. اه طبعا. والمصريين بنشجع اللعبه الحلوه. واللعبه الحلوه في النادي الاهلي. والمصريين طب اديني فرصتي. طيب المصريين دايما بيحترموا الاهلي وبيحترموا الزمالك. نعم. لكن اللي يحترم الاهلي وما يحترمش الزمالك ما بيبقاش مصري. احنا بنشجع اللعبه الحلوه. خليكي في الاي ار تي. احنا في الاي ار تي والنادي الاهلي. طيب يلا يا ادوارد قوي قلبك ودوس على الزرار. يلا يا عم خلي خالد الغندور يتشتم. يلا يلا يا ادوارد. يلا كابتن خالد الغندور، كابتن مصر ونادي الزمالك، كابتن كبير قوي كلنا بنحبه، بس انت قلدت ناس في البرامج الرياضية، عيب عليك يا كابتن. الواد ده عجبني يا عادل. الواد ده عجبني على فكرة، لأن قال لك عيب يا كابتن. احترم نفسه. ايه؟ احترم نفسه. اه وقال لك يعني فاهم بالغمزة يعني، قال لك عيب يا كابتن. عيب، ايه بقى؟ يقصد ايه بعيب يا كابتن؟ هي الحالات بتاعتي أنا ولا بتاعت أنا وإدوارد يعني؟ ليه؟ ما هو ادوارد في الاول قالوا رايه فيه ورد بصراحه وكده، فانت بقى قالوا راي واحد في انت ما بتعرفش ترد. ما هو راي واحد بكل الحلقه. مفيش شارع. جابني ارضي من اول. ده اختيارات عشوائيه، الكمبيوتر هو اللي بيختار السؤال. ده كمبيوتر ليه بس عايز تخرج عن السؤال؟ بيقول لك عيب يا كابتن، عيب يا كابتن. طب انا هقول ارد عليه بقى. اسف يا كابتن. مش هعملها تاني يا كابتن. كده كويس؟ اخر مره يا كابتن. طيب على بال ما نشوف ايه حكايه الكابتن نطلع فاصل سريع ونرجع تاني. وقوي قلبك. اهلا بكم معنا مشاهدينا بعد الفاصل، ولسه معانا ادوارد والكابتن خالد غندور. وقوي قلبك الدور على مين بقى يقوي قلبه؟ كابتن خالد. ادوار ايه؟ انا دوست ال 40 مره وكلها خالد غندور. يلا يا ادوار. انا عايز اعرف الكمبيوتر عشوائي ازاي ده يعني؟ عشوائي. ده عشوائي جدا. اهلاوي، كمبيوتر اهلاوي. اهو.
ادوارد. مش عارف ليه انا عندي احساس ان هو فرحان بنفسه قوي وعنده احساس داخلي ان هو كوميديان، مع ان انا لما بتفرج على اي عمل ليه ومش انا بس يعني ما بيضحكنيش خالص، فده يعني عيب المفروض ان هو يعني يحاول ان هو يكتشف في نفسه، لان دي مشكلة. هو عنده احساس ان هو كوميدي وان هو بيضحك، لكن انا شايف ان الكوميديا اللي بقدمها دي كوميديا بطلت من زمان جدا، يعني ما بقتش الوقت حد بيعملها. فهو لازم يبحث عن مناطق جديدة يقدر ان هو من خلال يقدم كوميديا، لان الكوميديا دي انتهت يعني عصرها انتهى. مالك فرحان ليه كده؟ لا عادي فرحان في سؤال ليك يعني. اتفضل يا ادوارد جاوب. هجاوب على ايه ده يعني؟ يعني هو عايز يقول يعني الخلاصه ان انت بقيت موضه قديمه وافهاتك ما بتضحكش. هو حر يقول اللي هو يقوله يعني، لكن الناس كلها عارفه انا مين ولا ايه؟ لا احنا مالناش دعوه بالجمهور. محدش لا يعني رد عليه عادي بصراحه زي ما هو قال رايه بصراحه. عايزك ترد عليه بصراحه. لا طبعا الكلام ده مش صح خالص يعني. بس انا عايز اقول من حاجه يعني، ان هو ساعات الدم التقيل بيبقى لذيذ في السينما. قصدك ايه يعني؟ لا عامه لا مش عليك يعني. قصدك لا مش عليك. لا مش عليك. لا عامه كاركتر. لا عايز اعرف يعني فاهم يعني مثلا عادل ادهم كان شراني شويه. فكان الناس بتحبه وهو شر كده. صلاح نظمي فاهم يعني كان حته فيه ده، بس ليه حضور وكده فمتهيألي يقدر ليه حضور جامد يعني. ايوه هو يقصد ان ساعات الدم التقيل. لا الدم التقيل في السينما يعني مش قصدي في الحقيقه يعني. ادوارد دمه خفيف في الحقيقه معروف يعني. ايه ردك يا ادوارد؟ هو كابتن خالد هو حر طبعا في رايه. ده مش انا، ده هو ال انا مش عايز اتكلم يعني. لا لا احنا عايزينك تتكلم. لا يعني ما كابتن صالح سليم مثل وكان ناجح جدا. على فكرة ادوارد مغني كويس جدا وان شاء الله متهيألي هيدخل افلام. لا لا ثانية واحدة بس نتكلم في الكابتن صالح سليم الله يرحمه. يعني قصدك ان هو كان لعيب كورة لما مثل نجح جدا. كان عمل فيلم بصراحة يعني الشموع السوداء لما طلع اعمى عامله بطريقة هاي. لا كابتن طب ما تجرب يا خالد تطلع دور اعمى كده في فيلم. وممكن دور ميت على اساس فاهم بقى. ما اتعمل اتعمل فعلا دور ميت. الاستاذ ممدوح محمود حميد. محمود حميد عمل فيلم جنه الشياطين. جنه الشياطين حلو قوي طالع في دور ميت. طب جرب انت اعمل فيلم كده. لا انا اقول لك يعني انا التمثيل بالنسبه لي خلاص انا مش حابب ان انا امثل. بس مثلا انا بشوف ادوارد ان هو مغني متميز جدا وعنده لون بتاعه، واعتقد ان فتره قريبه قوي هيتخطف وهيعمل افلام. لا انت بترضيه. انت لسه بتقول لحد ان الدم التقيل كاريزما. قريب هيمثل على فكره. انا اراهن بتحرجني يا كابتن خالد. هو بيمثل اصلا. هو ادوارد بيمثل. انت ما تعرفش ان ادوارد. لا انا عارف ان هو بيغني. انا هو بيطلع بيعمل اغاني افلام زي ما هو بيمثل في الفيلم نفسه يعني. بيمثل. لا بيمثل مع نجوم كبار. ما خدش بالي بصراحه. انت ما سمعتش بقول الفاكهه بتاعت الافلام. هو عشان انا قلت ان انا ما شفتوش في البرامج اللي بيعملها. بس دي حقيقه انا مشغول في الافلام وبتاع. لا اصل بروحش سينما بصراحه. انا بس بشوفه مثلا في ليندا يعني. هو انا كنت بحب كابتن خالد وهو بيلعب برضه. كان كويس. وانا كنت بحبه وهو بيغني جدا جدا يعني. ادوارد مش عارف بطل غنى ليه الفتره الاخيره دي. هو ما بطلش غنى ولا بطل تمثيل. مش فاهماكم يعني. ادوارد لسه بيمثل ولسه بيغني بجد. طبعا. طب دي مفاجاه ليا على فكره. ممكن نستأذن من الحلقه دي عشان ليه يا ادوارد؟ عشان اروح حمام. خالد ابتدى يعني ابتدى ايه يعني. مش انا مش مبسوط من الحلقه. ليه بيقول رايه؟ انا شايفه الاراء راح جايه عليك. فكره يا جماعه مشكلتنا منه زملكاوي وانت اهلاوي. مشكلتنا في مصر يا مان ان احنا اختلاف الراي بيحصل مشكله ما بين الاثنين. ليه انا بختلف معاك انت تختلف معايا؟ مش قصه يعني. مش هنكبرها يعني نعمل قصه. وعايز استاذن البرنامج وعايز. كابتن خالد ده اسمه غرور. ده مش اختلاف الراي. انت غرور ايه ان انا ما شفتوش وهو بيمثل يعني؟ في حد ما يعرفش ادوارد؟ في حد مصري؟ مين قال لك انا ما اعرفوش؟ انا اعرفه. لا انت بتقول انا ما اعرفش انه بيمثل ودي كارثه. لا انا اعرفه يعني. كمغني راجل متمكن في الغنى يعني. طب عارف اغنيه ايه؟ يا ليندا نهار ابيض. ليندا دي كسرت الدنيا. بس انا عايز اعرف هل قصه حب حقيقيه بينه وبين ليندا ولا يعني مش رد عليه يا ادوارد. انا مش هتكلم عشان هو كابتن خالد واضح ان هو يعني في حاجه مش طبيعيه. في ستريس عليه. في حاجه عنده ضغط عصبي شويه. ستريس عندي. عصب سناني وجعني.
عندي ستريس. طب يلا يا كابتن دوس على الزرار يا كابتن، قوي قلبك دوس على الزرار. كابتن خالد الغندور بندق، عامل لي فيها اعلامي وبقارن نفسه بشوبير. يا كابتن خالد واحده واحده كده واطلع السلم من اوله، مش اول ما سوري يعني في اللفظ تشطح تنطح يعني، واحده واحده يا كابتن خالد. ربنا كرمك كابتن، برضو شوبير راجل برضو زيك كده بدا السلم من اوله، فاهدى واحده واحده كده وخد الامور وربنا يكرمك ان شاء الله، ونتمنى لك التوفيق. محمد الجزار صحفي في الكرة والملاعب. كرة والملاعب؟ بعدين انا ملاحظه انه قال له نفس الكلمه اللي انت قلتها له يا ادوار، اهدى كده اهدى. ان شاء الله هاخد حبوب مهدئه الفتره الجايه باذن الله. قال لك انت اول ما تشطح تنطح. ده راجل غريب بصراحه يعني. هو ليه حق طبعا انه يزعل. على فكره ادوار ممثل كويس جدا بجد. لا هو لسه يعني ما انت بتثبته يا كابتن. انا كنت بهزر قبل كده يعني. انت بتثبته عشان يدافع عنك. اول ما بيبتدي يتكلم يقول لك ده ممثل كويس قوي. من شويه يا ادوارد من 3 دقايق قال لك انا ما اعرفش اصلا ادوارد بيمثل. أنا ايوه كده. ايوه محصلش. قال ولا ما قالش؟ ما حصلش كلام. قال لك ايه ده، هو ادوارد بيمثل؟ هو مش قال كده يا جماعه؟ اللي لو قال كده سقف. عموما انا يعني مش معقول بعد من 3 دقايق ما بعرفش انه ممثل، وبعد 3 دقايق ده ممثل رائع. انا عايز رائع. بس اعرف معلومه عشان انا واضح. من وانا صغير ما اعرفش يعني ايه اشطح. فانا عايز اعرف يعني ايه اشطح. تعرف ممكن تاكل اشطح بالعسل واشطح بالمربى. اشطح اشطح يعني ملهاش دعوه بانطح. لا انطح ده بقى موضوع تاني. يعني بس ارتبطوا ببعض على طول يعني طول ما احنا صغيرين. اشطح بلاش تشطح ولا كل اول ما تشطح. عايز اشكر كابتن خالد الغندور على برود اعصابه جدا. هو مش موضوع برود على فكره، هو ماسك نفسه بطريقه مش انا مش ومحترم جدا برضو. طب انت محترم يا ادوار. لا 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 بس انا ما شفتش كده يعني بصراحه. انتوا بتثبتوا بعديكوا ولا ايه؟ طب ادوار انت اشتغلت مع مين؟ اكبر نجم اشتغلت معاه؟ لا اشتغلت مع كتير. الفنانة الجميلة أسرة، فنان وردة. جميل والفنانة الجميلة وردة اشتغلت مع مصطفى قمر ومصطفى قمر وكريم عبد العزيز واحمد حلمي، كلهم نجوم بصراحة. لكن لسه مع عادل امام اتمنى في يوم من الايام ان شاء الله ان انا اعمل حاجة مع عادل امام. طب احنا بنقول لك يا كابتن خالد ان احنا كل الموضوع ده ان احنا كنا بنعمل فيك مقلب كبير. والله كان قلبي حاسس عشان كده قلبتها. واحنا بنحبك جدا وانا بعشقك، وانا جيت لك الماتش الاعتزال بتاعك وكنت مبسوط بيك جدا جدا جدا، وانا ارغموني ان انا اعمل حالات. اصل انا اقول لكم حاجه، وانا داخل سلمت عليه، كنت سلمت عليه بتناكه جدا وسبته ومشيت وكنت بطلع من جوايا متضايق جدا والله العظيم يا خالد. انا قلت حسام الليسي على فكره. قلت حسام الليسي ادوار اتغير ولا ايه؟ هو اتغر ولا اتغر ولا اصحاب قوي انا وادوار يعني ايه الحكايه؟ فانا اوريهم كده انت سلمت عليا ازاي اول ما دخلت. انا دخلت سلمت عليه فانا ادوار ده عايز اخده بالحضن بقى. يا حسام فين الاوضه؟ مفيش اوضه ولا ايه؟ الاوضه فين؟ انا قعدت بقى بصراحه قلت انا عايز اقول لك بس حاجه يا كابتن، ان ادوارد قعد مكانك هنا من كام حلقه فاتوا والله، واتعمل فيه بقى مقلب بجد، وكان الفنان الجميل سعيد صالح. ده حقيقي انا جاي اطلع اللي اتعمل فيا. بس طبعا على واحد انا بحبه جدا جدا كلنا بنحبه جدا جدا. وانت صعبت على سعيد صالح. يعني هو صعب على سعيد بس يعني انا مش قادر اقعد يعني حتى واحنا قاعدين مش قادر اقعد اتكلم معاك. لان احنا يعني انت كلمتين كنت هقوم واقول لك انا اسف وما تزعلش مني، فقاعد ماسك نفسي. بس انا عايز اقول حاجه كابتن خالد، انا كنت مستفزه لان انا كمان لابسه احمر عينا فيك النهارده. لا والله ليه، انا بحب اولا بحب نادي الاهلي جدا وبحترم نادي الاهلي جدا، بس طبعا بيتي والنادي اللي اتربيت فيه نادي الزمالك انا بحبه جدا بعيش يعني. بنحبك قوي يا كابتن خالد. بحبك قوي يا كابتن ادوار. كل سنة وانت طيب، خليك معانا. كل سنة وانت طيب.
كل سنه وانت طيب رمضان كريم وما تزعلش مننا كل ده فبركه وكل الكلام ده يعني. مش زعلان بس انا كان قلبي حاسس والله يعني انت طول عمرك ذوق وادوارد ذوق جدا. انا قلت في حاجه حاولت انتوا الاثنين في حاجه غريبه فاي هايبر معاهم لا 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 يا بس كانت قوي قلبك النهارده انت كان قلبك قوي ما كانش ضعيف برافو عليك. ادوارد هتغني لنا ايه بقى عشان نصالح الكابتن خالد؟ بس قبل ما نغني نختم انت طبعا فاكر الختام بتاع استاذ سعيد. قولي طيب قول انت بقى. لا مش هقول. مشاهدينا النهارده كان نجم مقلبنا في قوي قلبك الكابتن خالد الغندور وكان النهارده قلبه جامد فعلا ما كانش قلبه ضعيف. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده ومقلب جديد من برنامجكم قوي قلبك.